قال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إن بعض القوى اليمنية ما تزال تعمل على التحريض ولم ترتقي إلى مستوى المسؤولية من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان. وكشف الرئيس هادي خلال ترأسه اليوم الاجتماع الثاني للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كشف عن وجود تحديات من قبل جماعات الإرهاب ومن الذين لم يتحرروا من عقد الماضي ومن الأساليب التي عفى عليها الزمن، وقال إنه يجب علينا اليوم التحرر من كل مخلفات الماضي والحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة ونهجنا الديمقراطي الذي اخترناه، معتبرا ذلك ثوابت لا يمكن القفز عليها من أي أحد سواء قبليا أو جهويا أو حتى مذهبيا. وخلال الاجتماع جدد الرئيس هادي تأكيده على ضرورة أن يواكب الإعلام النهج الوطني وفقا للمصلحة العليا لليمن، بعيدا عن التعصب الأعمى والكيل بمعايير مختلفة تخدم أهواء ومصالح جهات معينة أو أحزاب معينة أو وجهات نظر معينة. الاجتماع شهد تشكيل 3 لجان، الأولى لإعداد لائحة عمل الهيئة والثانية لبرامج إنجاز عمل الهيئة خلال 3 الأشهر القادمة والثالثة لإعداد مشروع الاصطفاف الوطني وميثاق الشرف وفقا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وتم أيضا تكليف رئيس الجمهورية بأن يتدارس مع المكونات لاستكمال رئاسة الهيئة.